أطراف يقولون أنه الأعداد الكبيرة اللي حضرت تظاهرة جمهور الإطار، الكثير منهم مطي 25,000 دينار حتى يحضر. يعني على سبيل المثال أنه اليوم اللي حضر بحدود 250 إلى 300,000، إن لم نقل 500,000. زين يا بنجي اللي قعد ووزع 25,000 حتى يجيب هاي الناس، طيب وش قد يحتاج لها مبالغ؟ يعني يحتاج قول الإطار التنسيقي أنفق 30 مليار دينار عراقي حتى يجيب ناس، ما الآخر أيضا نفس الحالة، قد ما يريد يجيب جمهوره يجيب جمهوره، يوفر لهم سيارات، يوفر لهم طعام، يوفر لهم مأكل ومشرب وما إلى ذلك. هسه الإطار التنسيقي ما وفر هذه الأمور، وفر فقط سيارات نقل، جابت جمهوره وإجت. واليوم الجماهير اللي إجت، طبعا اليوم الجماهير اللي إجت إجت من كل محافظات العراق على فكرة، وهنالك تظاهراتان حصلت، واحدة في البصرة والثانية في الموصل، تظاهرات عظيمة جدا وكبيرة جدا. اليوم يوم الواقعية، اليوم يوم الحجوم، اليوم يجب على الآخر أن يفهم أن الإطار التنسيقي قوة لا يستهان بها من خلال جماهير التظاهرات.